لما مات حاتم الطائي أراد أخوه أن يتشبه به ويأخذ دوره لينال مكانته عند العرب، فانتبهت أمه لذلك فقالت له: يا بني، أتريد أن تحذو حذو أخيك؟ فقال لها: نعم يا أماه. فقالت له: إنك لن تبلغ ما بلغه، فلا تتعبن نفسك فيما لا تناله. فقال لها: وما يمنعني أن أكون مثله، وقد كان حاتم شقيقي من أمي وأبي. فقالت له: يا بني، إنني منذ ولدته وكنت حين أرضعه يأبى أن يرضع حتى آتيه بمن يشاركه الرضاعة، فيرضع حاتم من ثدي ويرضع الطفل من الثدي الآخر، أما أنت فكنت إذا أرضعتك ترضع من ثدي وتضع يدك على الثدي الآخر مخافة أن يشاركك أحد الرضاعة. ربما مجرد قصة حاكها مبالغ عن كريم العرب حاتم الطائي، لكنها تحكي كل شيء، وهذا ما يهمنا. اسمه الكامل حاتم بن عبد الله بن سعد الطائي، ويكنى أبا سفانة وأبا عدي. ولد في جبال طي في حائل في نجد، وتوفي سنة 605 ميلادي قبل الهجرة. شاعر عربي عاش في فترة ما قبل الإسلام، وكان أمير قبيلة طي اليمانية. اشتهر بالشهامة والكرم الشديد، حتى ضربت العرب به الكرم أكرم من حاتم. التحق حاتم الطائي قبل الإسلام بالكنيسة، بينما دخل أولاده عدي وسفانة الإسلام. ورث سخاءه وكرمه عن أمه عتبة بنت عفيف بنت عمرو بنت أخزم، التي كانت معروفة بالسخاء الشديد، حتى قام أولادها بحجز أموالها خوفاً من التبذير. أما زواجه فقد تزوج من ثلاث: ماوية الغسانية، النوار بنت ثرملة، العالية العنزية. عرفت زوجاته الثلاث بالجمال والذكاء، أنجبن له أربعة أبناء: شبيب، عدي، سفانة، وعبد الله. سئلت نوارة زوجة حاتم الطائي عنه فقالت: مرت على البيداء سنة من القحط الشديد، وضاقت الحال بالناس، ولم يعد لديهم ما يقتتون به، حتى بكى صغار القوم من الجوع. في إحدى الليالي رفعت امرأة طرف الخيمة، فقال حاتم: من هذا؟ فردت: جارة لك يا أبا عدي، جئت من عند صبية جياع لا يكفون عن البكاء من شدة الجوع. فقال لها: ائتي بهم. فقالت امرأته: لقد نام أطفالك وهم يبكون من الجوع، وما وجدت ما تطعمهم به، فكيف بها؟ فكان رده: والله لأشبعنكم. قام إلى فرسه فنحرها، ثم طبخها وأشبع قومه. سئل حاتم الطائي يوما: هل تغلب عليك أحد في الكرم؟ فقال: غلبني صبي يتيم، نزلت عنده وما كان يملك سوى عشرة أغنام، فما كان منه إلا أن ذبح أحدها وطبخ لحمها وقدم الطعام لي وفيه دماغ الشاه، تناولته واستحسنته، فخرج وذبح شاة أخرى وقدم لي دماغها وكنت أستطيبه، واستمر يفعل ذلك حتى كان قد ذبح أغنامه كلها وأنا لا أعلم. فسألته عن سبب فعلته تلك، فقال: أتستطيب شيئاً أملكه وأبخل عليك به؟ فقال حاتم: إنه عوضه 300 ناقة و500 رأس من الأغنام. فقيل: ذلك يعني أنك أكرم منه؟ فرد: بل هو أكرم، لأنه جاد بكل ما يملك، وأنا جدت بقليل من كثير. قيل إنه بعد أن قدمت سفانة أسيرة إلى المدينة المنورة، قالت بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم: يا محمد، إن رأيت أن تخلي عني فلا تشمت بي أحياء العرب، فإني ابنة سيد قومي، وإن أبي كان يفك العاني ويحمي الذمار ويقري الضيف ويشبع الجائع ويفرج عن المكروب ويفشي السلام ويطعم الطعام، فارحموا عزيز قوم ذل. فأجابها الرسول عليه الصلاة والسلام: يا فتاة، هذه صفة المؤمن حقا، لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه، خلوا سبيلها، فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق، والله يحب مكارم الأخلاق. طار ذكره حتى وصل شبه القارة الهندية، فظهرت شخصيته في العديد من الأعمال الأدبية والفنية في لغات مختلفة، منها العربية والهندية والفارسية ولغات أخرى.